بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بعد الدرس ولنا كما طريقة اللصق، اليوم نشوفوا كما طريقة الحساب غير المسجل. عندنا قاعدة مبنية، هذه أهم شيء، الحساب غير المسجل، لأن احنا في غير المسجل لازم يكون يكون عندنا ضرر كبير أو زي ما جاز. لكن احنا لما نحتاج 1 كيلو، نحتاج نصف كيلو، نحتاج 5 كيلو، مشكلة. الآن تعلموا كيفاش على خشبة، عندنا خشبة مثلا مقاييسها متر وعشرين على متر وعشرين، متر وعشرين على متر وعشرين تقريبا تساوي متر ونص. اوكي، احنا على المد عندنا 1 كيلوغرام في الايبوكسي، الايبوكسي الصافي 1 كيلوغرام، عندنا 1 متر مربع على 1 مليمتر بالسمك، 1 مليمتر هذه قاعدة. 1 كيلوغرام في الايبوكسي يعطينا 1 متر مربع بسمك 1 مليمتر. اوكي، احنا الايبوكسيد هنا يتكون من A و B اللي هو المصلب والريزين. احنا الايبوكسيد كل شركة وكيفاش نسبة الخلط اللي عندها. احنا بالنسبة للايبوكسيد اللي عندنا في مؤسسة الدهرة في مرجان، نسبة الريزين اللي هو بالرمز A عندنا 60%، ونسبة المصلب او الديسوسير اللي هو بالرمز B عندنا 40%. كيفاش نحسبوها هنا؟ نستعمل قاعدة الثلاثية الرياضية. بسم الله، نشرح القاعدة الثلاثية. حضر فيه. لما يكون عندنا 4.5 كيلو غرام، هذا حجم كمية الإيبوكسي، يعني نسبتها 100%. الريزين هنا عندنا مجهول كمية، لكن عندنا معنى اللي هو النسبة 60%. فالقاعدة الثلاثية نحطوا المعالم تحت بعض، ثلاثة النسبة فوق النسبة والوزن فوق الوزن. الريزين وش يساوي؟ يقول عندنا قاعدة، أعرف كمية الريزين تساوي كمية الإيبوكسي 4.5 في نسبة الريزين، النسبة اللي أعطيناها وتقسم على 100، هذه قاعدة مهمة. تقول لنا 4.5 كيلوغرام في 60% نقسمه على 100 بين 270 تقول لنا 2.7 كيلوغرام. قاعدة ثلاثية. كي جينا 2.7 كنا حسب كمية المصلب. باش ما نرجعوش للقاعدة الثلاثية نستعملوا عملية الطرح. خلاص صار عندنا كمية، نعرف كمية الايبوس كم، وعندنا كمية الريزين كم، نستعمل الطرح فقط 4.5 ناقص 2.7 تساوي 1.8، ها صار عندنا المعنى. أو نستعمل طريقة وقف محمد أعطيني التليفون هنا اللي عنده تقدر تستغنى عن القاعدة الثلاثية مباشرة، تدخل النسبة تدخل للجوال تاعك واش تعمل؟ عندنا 4.5 ضرب كم؟ نسبتنا 60، وتروح للنسبة المئوية، رمز النسبة المئوية هذا، ها عطانا النتيجة 2.7. ها لقينا النتيجة تاعنا 2.7. اوكي، نزيدو نتأكدو من نزيدو نتأكدو من كمية المصلب. عطنا 4.5 ضرب 40%، فين 40؟ 1.8، 1.8 هذه. دوك الآن ندخلوا للخلط والصب. الآن ندخلوا لعملية الخلط. قبل عملية الخلط واش نسوي؟ نروحوا للدرام هذا كنا خلطناه، هذا الجالون الصغير دخلته لخاطر تكون المواد الصلبة والمواد السائلة تصير مزج كله. الآن نحط ال هنا، بعدين نسوي تصفير للميزان. حطينا السطل اللي نخلط فيه، ندير تصفير للميزان. الآن شحال راح نديرو؟ الريزين كمية كم؟ 2.7 700 درهم، 2 كيلو 700 درهم اللي حسبناه. شوي شوي 2 كيلو 700
لما يكون عندنا هذه زايد ناقص هذه ما يهمناش، جرامات خفيفه يعني ما راح تاثر. نكمل المصلب اللي هو كيلو و800، يعني نكمل حسب ال 4 كيلو ونص. كمل حساب 4 كيلو ونص، هذا حساب 4 كيلو ونص. صب صب صب. يعني 4 ونص فيها هاي ليك شحال لقينا؟ 2.7 1.8. أربعة فاصلة أربعة فاصلة الآن الخلط، الخلط باش يكون؟ احنا عندنا كمية صغيرة، من الأحسن تخلط كي يكون عندنا كمية صغيرة تخلط بعصاية بسرعة هادئة عشان ما تدخلش فقاعات كثير. كي تكون عندك كمية كبيرة تستعمل درام، تستعمل دريل يعني شينيور بسرعة بسيطة باش الفقاعات ما يدخلوش. مدة الخلط تكون حوالي 3 دقائق 4 دقائق. في الصيف تكون الحرارة يعني 3 4 يكفي. كي يكون البرد احنا في الشتاء حتى 5 دقائق ما في مشكلة، 5 دقائق 6 دقائق ما في مشكلة إن شاء الله. هذه بعد ما كملنا البرد مسخنا حطينا طبقات مسك اليوم أنا نصلب عادي. إذا كانت على سيراميك تاخذ الأرضية عالية وكان في طبقة حنوت خذ حتى تمشي من الحذاء المصمم. هذا قماش، قماش تحمل مش سليكر، سليكر صح ما تمشيش الحذاء المصمم احنا، لكن أفضل شيء نبدأ درجة درجة. تكون في الغرفة نبدأ من الطرف ونجو جايين نطلع على الفقاعات نطلع للباب. بس الله صب الباب احنا راني على سمك 3 ملم. صب صب هنا أداة التحريك اللي راح نستعمل مالش مسمم ب 3 ملم. هذا تتحكم بالسمك. توزيع يكون البقعة ما تتحركش بكثرة باش ما تدخلش بقعة. هذا الموسم اللي عندنا خالي من المذيب، حتى الاحبار احبار بنوعها جيده مستعمله بالدفاع. الإيبوكسي هو ذات التسوية، لكن احنا المصدوق هذه الأداة مساعدة للتوصيل لأماكن الفارغة. بعدين هو يسوي نفسه بسلسل ساعة على سطح مستوي 100% مادة سائلة، خاصية هذه خاصية مادة سائلة. جبنا الشيشه الحامه نديروا عمليه اخراج الفقاعات. هو يسوي نفسه بنفسه
100% صافي خلاص. شي شوارع عندنا شي شوارع حق الاعمال هذا، مش شوارع تاع المنازل تاع الشعب. نديرو في اعلى سرعه في اعلى حراره. ايوا السرعه منخفضه شوي. يكون البعد ما نلصقش في الاي بوكسي. يكون حوالي 20 سنتي الى 15 سنتي. بدون توقف في مكان واحد. تكون حركه عشوائيه. ها كذا بالطريقه هذه. حتى لا نعدل الامواج في الاي بوكسي. هنا الهدف نزع الفقاعات فقط. الفقاعات تتبعها مع الإمارة، تتبعها مع الإمارة تشوف الفقاعات وراها. وتقدر تلعيها بالرول والشبك، عندنا رول والشبك احنا نستعملوها في الثانية هذه، عندك عدة طرق. كاين يستعمل كحول. كاين يستعمل الماء. لكن أفضل طريقة هي شي شوال حارق أو الرول المشوي. دبيو. حطي محمد زميلك، حطي زميلك. شوفوا اللمعه اللي فيه ما شاء الله كيف تغير المنظر، صار يعطي بعد. هو واش كي نقولوا منظر ثلاثي ابعاد، هو صوره عاليه الدقه مطبوعه، كي تحط عليها الايبوكسي يعطيها شويه زوم، يعطيها شويه بعد، تسمى 3 دي ثلاثيه ابعاد. شوفوا هنا قوات الايبوكسي ما شاء الله اللي عندنا. أعطي زميلك رجب سوي. لا لا بعد ترفع يدك. ايوه شوي كده سوي حركة حركة.
هذا هي. ودخلوا الطلبه يكملوا العينات الباقيين، والسلام عليكم ورحمه الله.